14 شهر كتار منكم طبعا سمعوا بالموضوع، كان اليوم العالمي للتبرع بالدم، انما دوني سون كونتي جمعيه قررت تاجله ل 26 للوقت اللي بيكونوا شباب والصبايا خلصوا امتحانات وبالهم فضي وصاروا قادرين يتبرعوا ويتطوعوا وايضا يساهموا بحمله التوعيه اللي عم تقوم فيها هالجمعيه. اليوم رح نتعرف على الايفنت اللي حيصير ب 26 الشهر، الغكار اللي حيتسجل من الي ابو صالح اللي هو مسؤول الاعلام بالجمعيه، ويورجي تيروز اللي هو مؤسس رئيس الجمعية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. إلي من أهل البيت، فينا ما كتير نتوصف فيك. نبلش مع يورجي. يورجي، هيك بشكل سريع بس، إمتى تأسست الجمعية وشو هدفها أساسا؟ الجمعية بلشت بال 2006 لما حدا من أصحابنا كان عايز دم، وبرنا الدنيا ما كنا لقينا دم، وتوفى زلمة من نقص دم، وهونيك بلشنا حملة على فيسبوك بالجامعات تنوعي العالم على أهمية تبرع بالدم، ويسجلوا اسمهم معنا على داتا بيس، ويكونوا متبرعين عند الطلب، يعني من دقلهم عند الحاجة وبيلبوا. كم مرة بيقدر واحد يتبرع بالدم؟ بالسنة لحدود الخمس مرات بالسنة، كل ثلاثة شهور. يعني مهم يكون خالي من أمراض معينة، يعني يكون فوق 18 سنة، فوق 60 كيلو للشباب، في وزن معين كمان ناديا، يعني أنا ما فيني فوق 18 فوق 50 كيلو للبنات، ما لازم يكون بياخدوا أدوية بلا أنتيبيوتيك بلا حرارة، كل الأساس يعني. إلي خلص هلا بدك تكون جدي، بدك تجاوب على الاسئله، ما تقضي عم تضحك. اكيد. اوكي، اليوم عاملين ب 26 الشهر ايفنت كبير ونبين تكسروا فيه ريكور معين، شو هو هالايفنت وليه اجلتوه؟ هو قبل الريكور ناديا الهدف ما كان نعمل ايفنت لنكسر ريكور، الهدف كان نعمل ايفنت لنعرف عالم اكثر على الجمعيه ولنكون عم مثل ريميرسيمون صغير عم نشكر كل يلي تبرعوا بدم وبيتبرعوا من دون شيء بالمقابل، وهيدي روح الجمعيه يلي العطاء بلا مقابل، ومن هون بيجي اسمها دوني سون كونتي. وبعدين لقينا كانت هالفكرة انه نعمل عالم نعمل فيها شكل نقطة الدم تكون لابسين احمر، وبنعمل نرسم هالرسمة، وتبين انه في ريكار، في اوريدي عالم كان عندهم فكرة وعاملين ريكار فيها، حبينا انه بما انه الريكار موجود بنزيد عليها التشالنج شوي، هيك بيكبر اكثر الموتيفاسيون والريميرسيمون للفولونتير، وهيك طلعت فكرة الريكار يعني. بس هو الهدف الاساسي ريميرسيمون لكل يلي عم يتبرعوا بدم بكل فترة السنة، والحلو فيها ناديا انه بيتبرعوا بدون ما يعرفوا الشخص الثاني، وهيدا يمكن النقطة المميزة بهالجمعية. وسيت مرة معي كنت عم بأمين دم لشخص بيقربني، وكنت عم بطلب شخص اللي اجى هو بيشتغل هون بإنرجي، بس ما بعرفه، يعني ما بعرف انه بيشتغل بإنرجي ولا مرة شفته. وقت وصل لهونيك انتبهنا واثنيناتنا بنعرف بعضنا، وهو راح ليلبي الدم من دون ما يعرف مين انا ولمين الشخص عم يعطي، لانه هو بالنهار بيجي اكيد بتوافق معي كمان هو بيكون بحاجه لدم، وبيجي شخص ما بيعرفه كمان بيعطي دم. نحن الاحصاءات بيقولوا كل اربع اشخاص في يعني بكل عائله في شخص راح يعوز دم، انه بيقولوا الاحصاءات يعني من كل اربع اشخاص تقريبا، يعني انشر كات بيعوز يعني شخص بكل عائله، واللي هي انه كثير مهم واحد يكون محضر حاله لهالنهار، يكون دائما عارف اهميه التبرع بالدم، يتبرع ريجولارمون. طب خلينا نحكي بخاتيك، انتم كيف تشتغلوا بخاتيك؟ ما بتاخذوا الدم من الناس اللي هن بيحبوا يتبرعوا بالنهار المخصص ولا لا. كل السنه؟ نحن صله وصل بين عالم قادرين يتبرعوا وعالم عايزين، احنا كل يوم في طلبات، وكل يوم عندنا متطوعين عم بينزلوا بيلبوا بالمستشفيات او بمراكز الصليب الاحمر اللي فيها يعني تحت الطلب. انتم بتتصلوا بالناس اللي هن موجودين معكم بالجمعيه بداتا بيس او باسمائهم، وبتبعتوهم على المحلات المناسبه. مزبوط. اللي بحب انه يكون بهالداتا بيس شو بيعمل؟ لازم فيه يسجل على الفيسبوك، على الويب سايت dslebanon.org، على فيسبوك دوني سون كونتي، على الفان بيج في ابلكيشن بيعبي دغري اسمه اذا بحب يكون متبرع او متطوع، كمان بيساعدنا. في سجل كمان على رقم الجمعية 03-314-8688 بدق وبيقول حابب يكون متطوع. هذا العمل مش بحاجة كمان يعني لماديات، لدعم مادي من شي محل إلي؟ نعم. أكيد يعني يورجي بيعرف أكثر فيهم من ناحية الدعم المادي اللي بتعوزه هالجمعية وكل جمعية نادية بالنتيجة، بس على طول بتسيب إنه وقت تكون الغاية موجودة ويكون فيها الموتيفاسيون عند العالم اللي عم يشتغلوا فيها، على طول تمكن انه تلاقي شخص تنقلي له هالحماس اللي بيكون عندك اياه لتمكن انه تحقق النتيجه اللي انت حبيبتيها. كيف بتامنوا الدعم المادي؟ الدعم المادي اول شيء بلش جمعيتنا بال 2009 وقت ربحنا جائزه الملك عبد الله للانجاز والابداع الشبابي، كان جائزه بالاردن قيمتها 50,000 دولار، خلتنا نقلع مضبوط يصير في عندنا بانرز فلايرز ويب سايت كل القصص. من بعد هيدي صرنا عم نلاقي كل فتره وفتره نعمل فند ريزنج من مول الجمعيه، ان كان سهره ان كان عشاء، يمكن نحجز سيني او سهرات كمان اكثر شيء كانوا يفوتوا. ولوقت ما لقينا السيستم اللي هو البراسلي اللي هو عباره عن بلود براذر بريسلت، براسلي بينلبس كله في فئه دم الشخص، ومن ثاني ميل في لوجو الجمعيه،
ب 5000 ليره كمان حاطين على فيسبوك كل البوينت اوف سيلز اذا العالم بيحبوا يشتروا. هذا اللي وعدني فيها الي من شيء هلا ببلس هو جاي انا اجيب لك اياها شيء 3 اشهر مع انه فئة الدم والبراسلي بايده في شلحه بيقدم لي عم بنسى انا عم بنسى شو كانت فئة دمك هلا ما عاد في بي بوزيتيف هيدي اهين فئة الدم لانه يو هاف تو بي اول مره بتقولي بهالحماس بي بوزيتيف بتعرفي ما هي كمان يعني الهدف من الان جي او انه نعمل اويرنس كل واحد يصير يعرف فئة دمه ففي كثير عالم ما بيعرفوا شو فئة الدم في كثير عالم بيستلشقوا بفئة الدم انه بيقولوا موجوده على دفتر السياره وكثير اوقات اول ما نعمل دفتر السواقه سوري بتكون الفئه غلط ومنصير نقلل الخاسرين نروح نظبطها بس عن جد واحد ما بيعرف فهمتين بيكون عم بيعوزهم لهالمعلومات وشغله كثير اساسيه تعرفي فئة دمك وتشوفي اذا فيك تتبرعي ولا لا لان وقت تكوني بهيك موقف مش حتكوني كثير واعيه لتفكري صح بدك تعمل اكشن على السريع المفروض واحد يعرفهم اللي هالجمعيه واحده من اهدافها هو التوعيه مثل ما انت ذكرت مزبوط. حول اهميه التبرع بالدم وحول اهميه انه يكون الانسان بيعرف شو فئه الدم وهو شو بحاجه ولمين في يعطي واتسيتيرا شو بتعملوا لتزيدوا التوعيه وين؟ نعمل عدد كتير كبير من المحاضرات وحتى كمان كتير متواصل مع الشباب بالجامعات بالمدارس we're very active على الويب سايتس على الانترنت على تويتر وكمان في اخر كونفرنس يلي كنتوا عم تشاركوا فيه يورجي كان كونفرنس كتير كبير نعم كانت كونفرنس ل 40 مستشفى كرمال اول شيء نعرفهم عن الجمعيه اكثر ثاني شيء كرمال نفسر لهم على اهميه طريقه التعاطي مع الدونر نكون اكثر هيك عم نحكيهم بتقدير ب انه نقدرهم شوي على العمل الجبار اللي عم يعملوه لانه جامعه مش مجبورين اذا تبرعوا بالعكس عم بيعطوا من وقتهم من حماسهم من دماتهم تنزلوا يتبرعوا لشخص ما بيعرفوه بقى نقدروا اكثر نعطيهم باركينج ببلاش نعطيهم عصير ببلاش ساندويتش ببلاش انه هدول قصص صغار بس بيعملوا فرق كثير كبير مع بحس واحد انه في اهميه للشيء هو عم يعمله عم بتكلف شوي صغيره يعني خبريه نحن بالذات الوقت عم نشوف صور على الشاشه للايفنتس اللي انتم بتعملوهم ب 26 شهر وين رح تكونوا مجموعين لتعملوا هالشكل نقطه الدم نعم ب 26 شهر رح نكسر ريكورد جينيس لاكبر نقطه دم معموله من طوعين 3000 شخص بسان جوزيف سكول بيرني تشهوين رح يوقفوا على شكل نقطه دم على ملعب الفوتبول تبع المدرسه الايفنمون ببلش على الساعه 9 الصبح على 10 رح يكون في كونفرنس صغيره عن شو الجمعيه شو صارت عامله وانجازاتها وين كيف كل واحد يساعدنا بالمشاريع الجايه وكل الوقت رح يكون في ستاند للاي يو بي ام سي صليب مستشفى الجامعه الامريكيه البلد بانك تبعهم رح يكونوا حاطين ستاند يسحبوا دم من الاشخاص اللي بحبوا يتبرعوا بهالدم رح يكون في كمان دي ستاند ادوكاتيف عن مين في يعطي مين ما في يعطي رح يكون في دي ستاند عن المشاريع اللي قبل اللي عاملينهم صور كله اكيد في تيشرتات مقدمين من الجمعيه كل ايفنت ببلاش اكل شرب بوزه يعني كل شيء انواع التسليه فوق على الساعه 11 رح نوقف نكسر ريكورد جينيس من 11 تقريبا 12 ونص وحده بس مالتها شغله ناديه انه هي نحن معتبرينها من 3000 اكيد ستاف كمان فاكيد بدكم تحطوا نقطه من فوق وقت كنا عم نعمل انه من هالثلاث شوف انا شو رح اعمل انا رح كون على الهواء ب 26 بس رح صلي لك انه حتكونوا اكثر من 3000 بس ما بتلحقي تطلعي؟ مع الوحده 3001 2999 لحتى كيف نظبطها مشان ناديه ناخرها دقيقه ناخرها ناديه انا اكيد حكون على الموعد مين بدك تدعي لي يشارككم ب 26 يعني الشهر كل العالم ناديه بنعرف انه هلا خصوصا الشباب لانه اذا بدنا نبلش نفكر لقدام وللمستقبل القريب والمستقبل البعيد يعني اكيد بدنا نكون عم نتوجه للشباب لان هن يلي فيهم اكثر شيء يغيروا وهن يلي بيكون هيك دمهم بعده فيه كل هالحيويه وكل هالحياه ويلي هن اكثر شيء عم بيلبوا نداء وقت نكون عم نتلفين وقت يكون عالم عن جد عم بيكونوا بحاجه لدم فبعرف انه هاي الكل بلش يخلصوا فحوصات هالاحد بدل ما تروحوا هيدا الاحد على البحر واللي بيكون في كثير عجقه فطلعوا معنا لفوق وشاركوا معنا بهالايفنت اون بليس بتكونوا عم بتساعدوا المجتمع وعم تبلشوا تشاركوا وتنموا مش بس جروب صغير انما عم بتغيروا عن جد مونتاليتي يعني هي طريقه تفكير لكل الشباب قد ايه حلو واحد كمان يحس حاله عم بيساعد غيره حتى لو ما بيعرف مين هو هالغير يكون عم يعطي من جسمه شعور ناديا اجمل شعور لما بتروحي بتتبرعي لشخص ما بتكوني شفتيه ما بتعرفيه امنتي له الدم يلي هو بحاجه لانه بتفلي وهالرمارسيمون يلي بيصير بدهم يردوا لك اياه بيكون انه كلمه ميرسي بس وقت يقولوا لك اياها بتكون يمكن من اجمل القصص يلي فيكي تحصلي عليها وبتحس هيك بسلام داخلي اذا بدك انا بتمنى لكم هالسلام الداخلي تشعر فيه كمان انتم وكل المتطوعين اللي حيكونوا نهار الاحد ب 26 شهر بتمنى انه يكونوا كتار ويردوا على الي ان كان ب 26 او على مدار السنه لا تتصلوا او تكونوا على الفيسبوك في شيء بدك تزيده بدي بس اقول اخر كلمه نحن مزبوط لو 14 جوا نهار عالمي نهار العالمي للبرين دم بس نحن بالجمعيه كل يوم نهار عالمي نعتبره للتبرع. نهار للتبرع بالدم وكل يوم لازم نشكر الاشخاص اللي عم يبرعوا بالدم لانه عن جد نهار واحد ما بيقدر كمان نشكرهم عن جد لانه كميه الاشخاص اللي عم يلبوا النداءات هائله بقى نشكرهم يوميا على هالعمل اللي عم يعملوه
انا بكلامك رح انهي المقابله، وبعد البريك رح نكون مع تيستينج. خليكم معنا.